نوايل، ما هو مارتن يول ده كان سي في كبير بقى، ده راجل كان طلب توتنهام وعمل ما عملش اي حاجه مع النادي الاهلي، ده رد على الكابتن محمد. عشان كده بقول لك انا بحكي ظروف اللي بيحصل واللي بيحكم في القصه دي زي ما قلت لك اللي متابع بشكل جيد. انت فاهمني؟ انا مع الكابتن عبد الجليل، لازم يكون في يديني بصمه حاجه معينه، بصمه معينه، يديني اماره. بس انت بتتكلم في ظروف النادي الاهلي، لا ظروف سيئه جدا، الامور كلها عارف انت يعني. هو كابتن عبد الجليل عارف انا دخلت ماتش ال 11 مش موجودين مش فايقين، مش يومي. خلاص هو بيبقى عارف مش يوم مهما يعمل، مش يوم كمان. لا ما انا لسه اقول لك الفتره دي بقى مرتين. لا الفتره مش لا الفتره دي انا مش بتكلم بقى داخل الملعب، النادي الاهلي ذات نفسه مش في حالته. النادي الاهلي ككل تحس ان في تخبط، في مشاكل، اللعيبه مش في حالتها، اللعيبه كتيره مصابه. يعني شفنا اللعيبه اللي كانت عامله مستوى جيد جدا زي واحد زي علي معلول مش موجود الفتره الاخيره، واحد زي قفشه، واحد زي، فانت بتتكلم كل اللعيبه مع بعض. صح، انت فاهم؟ مش لعيب واحد، هي حاله جماعيه. يعني حتى لما بينزل بالتيم الاساسي، صح، حتى اليو ديانج ما كانش شايف. ده بدا ها يشم دلوقتي، ده ما كانش شايف، رغم ان احنا كنا بنتكلم ان اليو ديانج لعيب جامد جدا. عمرو السوليه نفس القصه، حمدي فتحي نفس القصه، حد يختلف عن الثلاثه دول لعيبه جامده جدا؟ لا، ما كانوش شايفين. علي معلول احسن باك ليفت في مصر، هو فتوح، انت فاهمني؟ مش شايف. صحيح، تخيل بقى قد ايه يا كابتن مثلا؟ نقول مثلا اللعيبه دي بقى لها قد ايه مش فايقه؟ بقى لها فتره، من ساعه ما نقول مثلا شهرين ثلاثه، هو ساعه ما سوماني مخلص عليهم بدنيا. برافو عليك، فانت النهارده سوماني خلص عليهم بدنيا، لما جه عشان يلعب بالناس دي ما لقاهاش، فخلصوا كمان. هل ينفع اخر حاجه بقى قال لك ايه؟ انا خلاص هلعب بالناس الصغيره. طب هل ينفع ان انا الاعب اربع خمس ناشئين وارميهم في الملعب؟ ممكن ارميهم ماتش. الاربع خمس ناشئين يا كابتن لما يلعبوا لازم يبقى حواليهم خمسه سته تقال. حلو، التقال مش موجودين. مش موجودين. طيب هيفضلوا مش موجودين كفنيا. أيوه. ودلوقتي مريحينهم. ما طيب. خلاص خد بالك دلوقتي لعيب النادي الاهلي او الزمالك، بص يا كابتن، يقدر يقعد شهرين ثلاثه ما يرجعش المستوى؟ لا، هو دلوقتي ما يستحملش الفل. لا، هو دلوقتي بيعمل ايه؟ الطبيعي ان خلاص المفروض الدوري للنادي الزمالك، طبيعي صح؟ لو بنتكلم كده. ايوه تمام. فهو عمل ايه؟ خلاص العب بالناشئين، انت كده كده مش هتاخد دوري. صحيح، وريح الناس دي فتره كويسه عشان الناس دي لما تيجي ترجعها. طيب خلاص، مين الناشئين اللي لعبوا؟ ولا نخليها الحلقه الجايه؟ انت عايز ايه؟ لا قول انت. خليها الحلقه الجايه. خليها الحلقه الجايه، يمكن ربنا يكرم. يكرم بالناشئين، صح كده؟ ما هو مفيش غير اثنين ناشئين، وساعتها هتغير رايك تقول الراجل ده لازم يكمل. الناشئين والناس اللي ما كانتش بتلعب، والناس اللي كانت بقى لها فتره طويله راجعه من الاصابه. انت مقتنع بيه؟ لو انت قلت لي لان انا بصدقك. انت كنت مصر كلها كان مش مقتنع بكيروش، انت عمال تقول لي لا جامد 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 لغايه لما بصمت لك بالعشره قلت لك جامد. ماشي، سواريش؟ لا مش قادر اقيمه زي الكابتن. نصبر عليه شويه، مش قادر يعني. ما يعني انا مش يعني، هو ما اثبتليش ان هو مدرب عظيم، وفي نفس الوقت مش قادر اقول ان هو مدرب عشان سايق. ما يتظلمش عشان الظروف. انا عايز اقول يعني انا ما قلتش برضه مدرب كويس بالظبط كده، بس انا لازم انا اقول لك كابتن وائل، ملخص الكلام، انت عايز له ظروف مهيئه سليمه وبعد كده تحكم عليه. مفيش ظروف مهيئه سليمه فانت مش قادر تحكم عليه. حتى لو مش احسن لعيبه، لا ما لسه اقول لك، حتى لو مش احسن لعيبه في مصر، بس ظروف يعني الناس تكون خدت راحتها، الناس تكون بتشتغل بشكل كويس. صح، لكن هو جه في ظروف صعبه. خليني برضه يعني نلتمس العذر لحد ما نشوف. انا ما قلتش كويس ولا قلت وحش. مظبوط. لا، انت عشان عايزه يكمل عشان تفضلوا تاخدوا الدوري والكاس. لا والله، طب انا ممكن اقول لك لا ده ما عندوش فكره، لا يمشوه، ده لعيبه النادي الاهلي. انا مش من عادتي كده، بالعكس. انا من عادتي ان انا لازم احط كل حاجه على الترابيزه، والناس هي اللي في النادي الاهلي. صباحك فل.